راديو نيل. زمان واحنا صغيرين كنا دايما ما عندناش بقى ببجي وكاندي كراش والحاجات اللي هي الجيمز اللي كانت على الموبايل دي. كنا كل واحد فينا ليه لعبته المفضله، ممكن تكون لعبه متعرف عليها وممكن تكون لعبه من اختراعه هو. النهارده هنتكلم عن اللعب اللي كانت من اختراعك انت. يعني كنا بنلاقي اللعب من الولا حاجه، مثلا فاكرين الخيمه بتاعت زمان اللي هي ملايه وشويه مشابك دي؟ انا كنت ماشيه بالملايه وشويه ادواتي، دي ادواتي اليوميه اللي كنت بتسلى بيها. كنت اعمل الخيمه بتاعت وأربط فيها المشابك دي، أنصبها بقى في البلكونة، أنصبها في الصالة، أنصبها في الحمام، يعني كل يوم كنت بغير مكاني. فكنت بعمل زي بازار كده، أجيب مثلا الشلت بتاعت الكنبة أحطها جوه الخيمة دي وأروح فرد عليها أي حاجة، أجيب بقى شماعات من الدولاب أفردها عليها وأبيعها، أجيب مثلا كوينز، عارفين العشرة ساغ والخمسة ساغ، كنت ببيع العشرة ساغ بجنيه، مش عارفة ده كان بينم عن حاجة بس الحمد لله جت سليمة. بس ده كانت وسيلة الترفيه اللي أنا دايما كنت بتجه لها لما بقى قاعدة زهقانة، لأن كان مثلا التلفزيون كان فيه الصبح توم اند جيري، كان المسلسل المفضل بالنسبه لنا مسلسل سر الارض، فما كانش فيه فرايتي او تنوع كتير قوي في موضوع التسليه ده، فكنا بنخترع حاجات. انا عايز اعرف بقى اللعبه اللي انت كنت بتلعبها زمان بس من اختراعك. عايزك تقول لي الكلام ده على 153 رقم الاس ام اس، او تبعت لي كول مي اكلمك. والذكريات بقى، بصوا انا هقول لكم كم اللعب اللي كنت بلعبها النهارده. الحلقه دي من الحلقات اللي هتخليني بقى هنفتح حقيبه الذكريات ونقعد بس فيها سويا، يعني نشوف فيها ايه حقيبه الذكريات. انا كمان عايز اعرف اللعبه اللي كانت مفضله ليكم على 153 رقم الاس ام اس. جاي ورايق مع سما سعيد من الحد للثلاث، من 3 ل 4 على نغم اف ام. جاي ورايق.